جاءت المجموعة الأخيرة من الأسئلة، يعني ربما هذا السؤال زاد في الفترة الأخيرة، وهو حول ترشح سيادتكم لفترة رئاسية ثانية. ومن المشاركين في الأسئلة السيد زكريا محمود من محافظة السويس، السيد أحمد محمود من محافظة الفيوم. هنركز على سؤال السيدة نهال سراج الدين من محافظة البحيرة، هل حضرتك قررت ترشح لفترة رئاسية جديدة أم لا؟ أنا مش هجاوب السؤال كده بصراحة. أنا هقول للمصريين اوعوا في أي انتخابات هتختاروا بيها رئيس ليكو ما تنزلوش، بس اوعوا. شوفوا، ده يوم، ده يوم بيتحدد بيه مصير مصر، فأنت ما تستكترش على مصر اليوم ده حتى لو هتقف 10 ساعات. ده لو انا ليا ان انا اتكلم معاكم في النقطه دي، بقول لكم تاني، اولا لازم العالم كله يشوفنا ان احنا المصريين ارادتنا بايدينا. ليه؟ خلي بالكم الناس بتشوف وبتحسب كويس، وزي ما هم قالوا كده ازاي المصريين متحملين الاجراءات ديت، يعني معناه في رصد، معناه في متابعه، معناه في تحليل. طيب النهارده بقى اي مكان الانتخابات اللي جايه واي مكان مين اللي هينزل فيها، انا لو كان ليا ان انا اقول لاهلي وناسي انزلوا وما تستكتروش على مصر يوم، حتى لو كان اليوم ده متعب جدا ليكم، انزلوا عشان تقولوا احنا اللي جبنا ده. مين اللي جبوه ده؟ بتاعكم انتوا، وده قراركم اللي انتوا تتحملوا. بعد ما تجيبوه ما تقولش ايه ده احنا اصلي ما رحناش كلنا، رحنا الساحل مش عارف ايه. مش كده؟ فما نزلناش فرحنا الساحل، فجي فلان. فبعد ما جه فلان قلت بقى ايه، لا احنا مش مش لا انزلوا وهاتوا اللي انتوا عايزينه. بالمناسبه اوعوا تنسوا اللي انا هقوله لكم ده. بسم الله الرحمن الرحيم، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء. اللي كاتبه ربنا هيكون، ولو احنا مؤمنين، انا عن نفسي لو مؤمن بالله صحيح وبمارس ايماني، ارضى ايه؟ بكل تواضع. شكرا، سلام عليكم. انت لسه مكمل مشوارك كمان. بس خلونا في السؤال. احنا بنتكلم على دوله عايزين نطمن عليها مع لابنائنا ولاحفادنا، فالاساس فيها، الاساس فيها ان انتم تختاروا، ومحدش ابدا يفرض عليكم بان انتم تتنازلوا عن هذا الاختيار. ما تنزلوش، انزل 50 مليون هم اليوم حق الانتخاب، 60 مليون زي ما يكون، انزلوا وقفوا وروا الدنيا كلها ان انتم بتختاروا اللي هيقود، وبعد كده ربنا يولي من يصلح. يا رب يولي من يصلح.